قال ان الوزاره بعد اكثر من 6 سنين من المباحثات والاجراءات القانونيه نجحت في استرداد 44 قطعه اثريه من فرنسا بتنتمي لعصور مختلفه من الحضاره المصريه القديمه. العناني قال ان السلطات الفرنسيه المختصه سلمت القطع دي للسفاره المصريه في باريس، واعرب عن كامل تقديره للحكومه الفرنسيه لتعاونها الوثيق مع الوزاره في مجال استرداد الاثار المهربه. قال كمان انه تم خلال العام الماضي استرداد 240 قطعة أثرية من فرنسا.